اهلا وسهلا خوتي وخواتاتي، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وتكونوا على خير. انتم كتفرجوا في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال والظروف ان شاء الله. يا سيدي يا ربي الحبيب، اش غادي نقول لكم؟ صراحه بهرتوني المتابعين ديالي داخل وخارج ارض الوطن. جاوني 3 دلي كوموند خارج ارض الوطن. اش غادي نقول لكم؟ منين جاتني الكوموند الاولى وجاتني الكوموند الثانيه، في الكوموند الثانيه جاتني البكيه، لان السيده اللي دوات معايا من خارج المغرب شنو قالت لي؟ قالت لي انا حسنيه ما كنشريش الباك ديال بومزوي، انا كنشري وجهك. وانا كنقول لك انا ما كنبيعلكش الباك ديال بومزوي، انا كنعطيك وجهي، وجهي هو الاول. الى الباك ديال بومزوي وكان عندك فريمون ان بومزوي وجرثومه المعده وما تشافيتيش من بومزوي اولا من جرثومه المعده، انت كتعرفيني انا وكتعرفي وجهي انا، ما كتعرفيش الباك ولا كتعرفي شي واحد اخر. انا سد الباب، انا مادام عطيتك هذا الباك هذا وخارجه بوجه مكشوف، ماشي تخبعت. سد الباب، ماشي تخبعت ولا كاينين شحال من واحد اللي كيتخبع ولا كيبقى يدير اشهارات لشي حاجه وهي ما كايناش. يعني هادشي كاين باش ما نكذبوش على بعضياتنا، كاين اللي كيدير اشهار لشي حاجه هو ما مجربهاش. بزاف ديال الفلونسوز اللي هما كبار مشهورين كيديروا الاشهارات لشي حاجه اللي هما ما مجربينهاش، ولكن حسنيه ما تقدرش تخسر الناس اللي كيتيقوا فيها والناس اللي كيبغيوها. سد الباب. اش غادي نقول لكم؟ انا كنبغي نشكر المتابعين ديالي داخل وخارج ارض الوطن. بزاف ديال المتابعين ديالي اللي قالوا لي حسنيه صراحه حتى وجهك بدا كيتبدل. الحمد لله ولاو شويه الحنيكات بالحكم انني انا كنت مسلوته في مره واحده، لا 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 قوه لا لينيرجي لا حتى شي حاجه. يعني صافي كنت كنتسنى فوقتاش يوصل النهار ديالي ومول الامانه يدي امانته، كنت دخلت في واحد الاكتئاب حاد. ولكن الحمد لله مع هذا الباك هذا اللي كيعطيك واحد الحيويه وكيعطيك واحد النشاط وكيعطيك واحد الامل، واخا الامل الله سبحانه وتعالى كيعطيك واحد الامل في الحياه. انت اصلا فاش كتبداي هذا الباك هذا كما قلت لكم بعدا نكمل لكم على السيده، قالت لي حسنيه انا كنثق فيك انت. قالت لي راه كاينين بزاف ديال المنتوجات وبزاف الشركات اللي كيشهروا بزاف الحوايج، ولكن انا ما نقدر نثق حتى في شي وحده. انا كنعرفك انت منين كان باك الله يرحمه وكيفاش كنت كتعاملي مع الوالد ديالك، ودابا كنشوفوك كيفاش كتعاملي مع الوالده ديالك. هذا هو اللي خلاني انا نثق فيك، وهذا هو اللي خلاني انا نكوموندي من عندك، وعرفتك انك انت انسانه اللي مرضيه وانسانه اللي مصداقيه. ما نكذبش عليكم بكيت معاها فريمون، انا بكيت لان باش واحد الانسان كيدير فيك واحد الثقه عمياء وكيقول لك انا ما كناخذش المنتوج وانما كناخذ وجهك، رفعت الجلسه صافي ما بقى والو. شنو انت غتقولي منين الناس كيتيقوا فيك لهاد الدرجه كيقول لك انا ما كناخذش المنتوج انا كناخذ وجهك؟ انا ما بياش في المثل ديك 1000 درهم الا مشات ولا الافات الدراهم مشات، ولكن فاش كتربحي المصداقيه وهاد المنتوج هذا فاش غادي تستعمليه انتيا مثلا عندك بومزوي اولا جرثومه المعده فاش غادي تستعمليه؟ ما غتستعمليهش غنتيا، غادي تلقاي واحد الصديقه ديالك حتى هي عندها نفس المشكل، حتى هي غادي تشكر ليها الباك، حتى هي غادي تجي تاخده. بنت خالتك، بنت عمتك، بنت عمك، بنت جارتك، كندوي على الناس من طبيعه الحال اللي قلبهم زوين وما قلبهمش فيه الحقد. كاين واحد الانسان اللي كيكون قلبه فيه الحقد وفيه الحسد، اللي ما كيبغيش الخير للناس، واخا كيداوى ولا كيتشافى هو ما كيبغيش ينصح الاخر باش حتى هو ما يوليش بحاله، اولا ما كيبغيش ينصحو ولا يعطيه النمره ديالك باش ما ياخذش داك المنتوج من عندك. بالعكس خاص دائما يكون قلبك زوين ويكون قلبك صافي باش ربي يسهل عليك وربي يشفيك وربي يوقف معاك. كما قلت لكم انت خديتي الباك سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب، الا خديتي هذا الباك وليتي بخير اكيد كاع الناس اللي دايرين بك غادي يشوفوا غادي يشوفوك تبدلتي سواء في وجهك سواء في صحتك سواء في اي حاجه، غادي يسولوك شنو السر اللي باش وليتي هكا بالحكم انك انت كنتي مريضه وداويتي وشريتي الدواء وما خليتي ما درتي و و و و ياكو. ولكن شنو السر ديال هاد الرشاقه او لا هاد الحيويه اللي ولات فيك ولا هاد النشاط او لا؟ حيت ما يمكنش واحد الانسان كان مريض كيموت فجاه لغد ليه غادي يصبح ولا غير هكاك، راه ما يمكنش. يعني ضروري انت غتكوني استعملتي شي حاجه غادي تقول ليها انا شنو استعملت ولا شنو استعملت. راه كاينه واحد السيده فريمون انها كتبيع واحد المنتوجات اللي طبيعيه 100% من الالوفيرا،
حتى هي غتقول لك حتى انا راه ما كرهتش انني ناخذ لولدي ولا لبنتي ولا ليا ولا عطيني النمره ديالها، اكيد غتعطيها النمره حتى هي غادي تاخذو على الطريف ديالك، هي عاوتاني غادي تثق فيك انت حيت انت استعملتي. يعني شي كيثق في شي، فاش كتكون المصداقيه وكيكون المنتوج انت تايقه بعدا في المنتوج مليون في المية، كيف ما انا تايقه في المنتوج وكنهضر عليه بواحد الثقه اللي هي عمياء، ما نكذبش عليكم انا المنتوج فريمون انا تايقه فيه بزاف، وحيت انا مجربه، لو كان ما كنتش مجربه ما غنكونش تايقه فيه، ونكون كنهضر وانا ما تايقاش في راسي ولا ما تايقاش فيه، نقول يقدر يصدق يقدر ما يصدقش، ولكن المنتوج فريمون انا كيصدق مليون في المية. خذ المنتوج الباك ديال بومزوي، ما كاينش غير الباك ديال بومزوي، كاينين بزاف ديال الحوايج، ولكن حنا حاليا دابا المهم من خارج المغرب جاوني ثلاثة ديال لي كوموند ديال الباك ديال بومزوي، الحمد لله انا صيفطت لهم السيت اللي باش غادي يعمروا المعلومات ديالهم، يعني في البلاصه كنصيفط لك السيت كتعمري المعلومات ديالك 24 ساعه كيكون عندك الباك ديالك. بالنسبه للناس اللي عندهم لاكارت راه كيخلصوا بلا كارت في السيت، راكم عارفين الناس ديال خارج المغرب راكم عارفين بلا انا ما نزيد نبقى نشرح لكم، نتوما راكم عارفين. بالنسبه للناس كما قلت لكم اللي داخل ارض الوطن، المنتوج ديالك انا كنتكلف لك بلومبالاج ديالو وكنتكلف لك بكل شيء، المنتوج منين كيوصلني انا كنرسلو لك بلومبالاج ديالك، كنمشي كنقطع لك التيكي في السيبر اللي باش تكون السميه ديالك وداك الشيء كلشي، تصيفطي لي السميه والكنيه من طبيعه الحال والعنوان اللي نتيا ساكنه فيه، والمنتوج ديالك غيوصلك حتى للدار. وانتم دائما ما كتاخذوش المنتوج وانما كتاخذوا وجهي انا، الحمد لله. انا بعدا واحد الحاجه غادي نقولها لكم، انا ما كنقول لكمش ضروري تاخذوا المنتوج من عندي انا باش تكونوا عارفين، هذه واحد الحاجه. الا عندكم حتى شي حد قريب لكم ولا كتعرفوه وبغيتوا تاخذوا المنتوج من عنده انا ما عنديش مشكل، انا المشكل اللي عندي هو بغيتك اختي تشافي، بغيتك اختي ما تبقايش ساده عليك في البيت وانت فيك الاكتئاب، ما بغيتكش اختي تكوني انت كتمني الموت بسبب ديال القول العصبي وهو الدواء ديالو كاين صاحبتي، ما بغيتكش تكوني في هذه الحاله. وهذا الشيء راه كيعانيو منه الدراري وكيعانيو منه البنات، راه ماشي غير البنات اللي كيجيهم القول العصبي، يعني هذا القول العصبي راه حاليا كاين عند البنات وكاين عند الدراري، كاينين حتى الدراري اللي كيتواصلوا معايا وكيقولوا لي باللي حتى هما عندهم القول العصبي. هذا المرض هذا اللي ولا تقريبا ما نقدر نقول لك ما كاينش شي واحد اللي ما يكونش فيه، يعني واحد الفئه قليله اللي ما كيكونش فيه، هو كاين هذا القول العصبي كاين اللي كيكون فيه واخا كيكون غليظ، وكاين واحد النوع ديال القول العصبي اللي كيكون فيك يمص لك العروق ديالك والدم ديالك كيمصو لك حتى كيخليك كتولي بحال العود. انا فريمون انا باقا ضعيفه، ولكن المهم الحمد لله انني بديت في التحسن كما كتشوفوا، الحمد لله ان شويه بديت كندير الحنيكات شويه الحمد لله، المهم شويه بشويه. انا الباك ديالي الاول مازال ما ساليتوش، راه ضروري غتاخدي الباك الاول والثاني باش غتداوي نهائيا، غتشافي ان شاء الله نهائيا من القولون العصبي او لا بومزوي، ضروري غتاخدي جوج باكات قبل ما يتسالى لك الثاني، خاصك تاخدي قبل ما يتسالى الاول خاصك تاخدي الثاني، غير يبقاو لك فيه واحد جوج ولا ثلاثه الحبات ولا حتى اربعه ديال الحبات ديال الكينه والبيدونه الصفراء حتى هي، قبل ما تسالى لك خاصك تاخذ وحده اخرى باش تبع التريتمون ديالك نيشان. ومن طبيعه الحال انا راه كنكون معاك وكنتصل بيك وكنقول لك شنو الحوايج اللي خاصك تاكليهم وشنو الحوايج اللي ما خاصكش تاكليهم، وانا راه كنقرا الفورماسيون يوميا باش كنقدر نشخص الحاله ديالك، لان بزاف اللي كيقول لك زعما انت كيفاش كتشخصي الحاله وانت زعما، انا راه كنقرا فورماسيون يوميا، راه يوميا عندي كنقرا فورماسيون، لو ما كنتش انا كنقرا فورماسيون كيفاش غادي نعرف نشخص الحاله ديالي وكيفاش غنعرف نشخص الحاله ديال واحد الانسان او لا واحد الانسانه اللي مريض بعدا اصلا. فاش كتهضري معايا راه كنشخص الحاله ديالك بزاف وكنسولك بزاف ديال الاسئله، والا خديتي الباك من عندي اكيد غادي نبقى متبعه معاك، والنظام الغذائي اللي غادي نقول لك هو اللي غادي تتبعي حتى ان شاء الله باذن الله يجيب الله الشفاء، وانا بغيت رحمه للوالدين. شكرا للمتابعين ديالي داخل وخارج ارض الوطن اللي كتثقوا فيا، حيت شوفوا حنا زعما اش غادي نقول لكم، والله ما بغيت نقول واحد الحاجه ولكن صراحه ما بغيتش نقولها، علاش؟ لان بزاف الناس غادي يتقلقوا ولكن ما غاديش نقولها صافي بلاش. اللي غادي نقول لكم هو الانسان باش كيدير فيك الثقه كيثق فيك كيقول لك انا تايق فيك انت وانا عارفك انت انك ما تقدرش دير شي حاجه ديال هكا وهكا، حيت داكشي ديال هكا وهكا راه ولا بزاف، راه كاينين نعطيهم غير الفلوس ديال لك الاشهار اللي بغيت يهضر لك بالعجميه. انا اقسم بالله العظيم ما نقدر ندير شي حاجه اللي انا ما مجرباهاش ولا ما متاكداش منها، وجاوني اشهارات بزاف اللي غادي نديرهم ولكن ما بغيتش نديرهم. علاش؟ لان ما يمكنش انا غادي نعطي للناس ديالي واحد الحاجه اللي انا ما مجرباهاش وندير اشهار باش ناخذ عليها واحد 500 درهم ولا واحد 1000 درهم ولا حتى 5000 درهم،
كلشي كيتسالى والفلوس كيتسالى وكتبقى دائما السمعه ديالك نقيه. انا الا بقات السمعه ديالي نقيه وبقى وجهي نقي مع الناس اللي وقفوا معايا ومتبعيني وكيبغيو ليا الخير، هذا كافيني الحمد لله، هذا كافيني. يعني ما عندي لاش انا يا عاد غادي نبقى لا هادي كلشي كيسهل فيه الله. انت غير كون مرضي والديك وكون كتمشي بالنيه وكون نيتك صافيه والله ربي ما يتخلى عليك. انت جالس ما كتعرف الخير منين كيجي، قال لك تحرك وترزق، ماشي عاوتاني انت تبقاي جالسه شاده دايره ملقمه حنكك وكتسنى الرزق يدق عليك. راكي شتيني انا العذاب اللي ضربته، شتيني انا تماره اللي ضربته، شتي الكفاح اللي كافحت، شتي صحتي اللي طاحت، شتي ما خليت كنبش هنا ما كنلقاش هنا كنمشي نبش هنا. خاصك هكا تكوني، خاص المراه تكون بحال الفاس كما كيقولوا الراجل يكون فين بحال الفاس فين ما مشى يحفر، حتى المراه كذلك تكوني كوغاج وتكوني مراه ونص وتخدمي على راسك وتخدمي على وليداتك ويكون عندك واحد المدخول ديالك. ماشي ضروري انك تبقاي دائما معوله على الراجل ولا كتسناي الراجل دائما يعطيك، بالعكس كيعجبوني العيالات اللي كتكون كوغاج وكتبغي تخدم على راسها وكتبغي يعني تكون من راسها وكتبغي تطور من راسها وتطور من الشخصيه ديالها. هذه هي المراه والا فلا اللي كتعجبني انا. ضربتي هنايا وما لقيتيش ضربي هنايا، بطيحتك بنوطتك ما طيحيش وتبقاي جالسه كتبكي حدا خنونتك ودموعك هابطين، طيحي وبكي وسدي عليك وبكي فريمون ان كتحس براسك حتى الشخصيه ديالك كتبدل الحمد لله. كنبغي نقول للمتابعين ديالي داخل وخارج ارض الوطن تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. اي تساؤل اي حاجه كانت عندك خلي لي ميساج وانا راه الايسار. انا دائما نمره التليفون ديالي كنخليها لكم، اي وحده بغات شي تفسير اولا بغات تسولني على شي حاجه ولا عندها شي مرض وبغات نشخص لها الحاله ديالها، مرحبا والف مرحبا. اي حاجه عندها الحل مازال غادي نشارك معكم عاوتاني. الباك ديال الناس اللي كيكونوا غلاد كينقصوا في الوزن، هذه حتى هي مهمه 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 بزاف، لان كاين الناس اللي عندهم الوزن الزائد وفريمون متبعين الريجيم ولاصال ولكن ما كينقصوش. حتى نتوما عندي الحل ليكم وحتى نتوما كاين الحل ليكم ان شاء الله. حتى هاد الناس اللي غلاد وباغيين ينقصوا في الوزن حتى هما يتواصلوا معايا، عندي ليكم الحل. ودائما انا فاش كنقول لكم الحل فريمون ان حتى كيكون هادشي مجرب مليون في المية، ما مجرباش انا ولكن كاينين مجربين هناس اللي ثقه الحمد لله. انا كيما شفتوني راني انا اصلا ضعيفه، انا اصلا راني دابا بديت الحمد لله كنترقع وبديت كن خطوه بخطوه خطوه بخطوه القدام ان شاء الله باذن الله. نتمنى اي وحده مريضه يا ربي يا الحبيب، انا دائما كنطلب الله معكم وكنطلب ربي الحبيب يشافيكم. راه كاينين الناس مساكن اللي طايحين الفراش بسبب القولون العصبي، لان اي واحد مريض بالقولون العصبي والا كانوا عنده غير شويه ديال المشاكل، حنا ما نهضروش على بزاف حيت المشاكل راه ضروري كاينين في اي اسره، الا كانوا عندك غير شويه ديال المشاكل مع القولون العصبي راه صافي كتولي كتشوفي الموت. راه كاين بنادم معاك عايش معاك في الدار وما عارفكش نتايا باللي راه عندك هذا المرض هذا اللي هو مزمن، هذا المرض اللي هو خطير، كيبغي يلعب لك على الشبكه، كيبغي يحك لك على الدبره بالسيف باش يعصبك باش يفقصك باش انك انت تنفعل باش تهضر، ولكن تقدر تنفعل تقدر دير شي حاجه اللي تقدر تندم عليها، حيت هذا المرض هذا ما نستأناوش به، لان واحد المرض اللي هو خطير وكي كي كي كيكون بزاف د الامراض. يعني ها هو القولون العصبي، ها هي جرثومه المعده، ها هي هذه، صافي كيولي كيعادي كاع الجيران ديالو كيولي كيعاديهم. نتمنى الشفاء ليا ولكم ولجميع المسلمين. شكرا لكم وتهلاو في راسكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.